وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية متحدثا عن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من الممكن إنشاء محور المحمودية منذ أكثر من عام ونصف العام إذا لم يكن هناك مخالفات. محور المحمودية اللي بيتكلم فيه لو المحور ده المحور بتاع المحمودية ده ما كانش عليه أكتر من 1000 وحدة 2000 وحدة مش كده؟ اللي هو هشام أمنة موجود مش كده؟ كم أنت كنت محافظ البحيرة مش كده؟ كم على أرض مخالفة أرض دولة ودفعنا 700 مليون جنيه؟ تمام يا فندم مش كده؟ أيوة فندم. يعني ما يقرب من 700 مليون جنيه تعويض ايه اجتماعي؟ قلنا عليه تعويض ايه؟ اجتماعي يعني ايه؟ يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها فكان اللي هو هشام كان موجود محافظ ساعتها قال احنا محتاجين 700 800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص حوالي 60 70 كيلو تقريبا مش كده؟ ايوه فندم مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده، اتفضل استريح. اوامرك. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه؟ لو ما كانش الكلام ده موجود المخالفات دي كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين.